الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال رحمه الله: ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عدوهم إبليس وما هو منطوي عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروا ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب، وصوره بشرا سويا، ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام. طيب، هنا في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني معنى خلقناكم أي خلقنا آدم عليه السلام، ثم صورناكم أي آدم عليه السلام خلقه الله من طين لازب، يعني متماسك، أو يعني الطين اللازب يعني متماسك بعد أن طبخ وبل بالماء المفردات، وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه. طيب، بعدها ثم قلنا، وثم تفيد الترتيب، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب، إذن ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم، ثم صورناكم صورنا آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن لماذا أتى بصيغة الجمع؟ لماذا لم يقل ولقد خلق الله أباكم آدم وصوره، لكن قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، مع أن المراد آدم كما قال ذلك المفسرون. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله من كبار المفسرين يقول هذا، فلماذا جاء بصيغة الجمع؟
الآن سمعنا بأن هذا من باب التعظيم لأبينا آدم عليه السلام. الله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم، الخالق هو واحد لكن جاء بالجمع للتعظيم. وهنا ولقد خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، والجمع هذا للتعظيم. ثم صورناكم أي صورنا أباكم آدم، وهذا التصوير يراد به الجمع، يراد به التعظيم. إذن ليس هناك يعني تعارض أو يعني إشكال. اللازب الثابت الشديد الثبوت، من طين اللازب، من طين شديد الثبوت. قال تعالى: من طين اللازب، ويعبر باللازب عن الواجب، فيقال ضربة لازب، واللزبة السنة الجدبة الشديدة، وجمعها اللزبات. إذن من طين شديد، من طين شديد. منهم من قال: ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم عليه السلام، ثم صورناكم أي يعني غير آدم الذين جاءوا من بعده، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال رحمه الله: وقال سفيان الثوري عن الأعمش. وهناك أقوال كثيرة ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير، أكثر من 8 أقوال. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. إذن هذا قول ثاني: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم في أصلاب آبائكم وصورناكم في أرحام أمهاتكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وفي قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم هناك نظائر النعمة على الأب أو الجد، والمخاطب هو من؟ هو الولد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قلتم يا موسى، المخاطبون هم اليهود في زمن النبي هكذا، لكن هذه الحادثة للآباء والأجداد الأقدمون، لكن النعمة على الأب هي نعمة على الابن وهكذا. قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجا. ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. طيب، هنا لخص هذه الأقوال ابن الجوزي رحمه الله. قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فيه 8 أقوال. أحدها: ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في الأرحام، هذا جاء عن ابن عباس. الثاني: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال وصورناكم في أرحام النساء، هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهكذا رواه عكرمة عن ابن عباس. يعني الفرق بين الثاني والثالث، بين الثاني والأول، أن الأول خلقناكم في ظهر آدم، والثاني في ظهور الرجال. الثالث: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم،
يعني ذريته من بعده، جاء رواه العوفي عن ابن عباس. الرابع، ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره، قاله مجاهد. الخامس، خلقناكم نطفا في أصلاب الرجال وترائب النساء. ترائب من بين الصلب والترائب محل الحلي. ثم صورناكم عند اجتماع النطف في الأرحام، قاله ابن المسيب، قاله ابن السائب. السادس، خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيما بعد الخلق بشق السمع والبصر، قاله معمر. السابع، خلقناكم يعني آدم خلقناه من تراب ثم صورناكم، أي صورناه، صورنا آدم، قاله الزجاج وابن قتيبة. قال ابن قتيبة، فجعل الخلق لهم إذ كانوا منه، فمن قال عنا بقوله خلقناكم آدم فمعنى خلقنا أصلكم، ومن قال صورنا ذريته في ظهره أراد إخراجهم يوم الميثاق كهيئة الذر في قول الله، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن الآن لماذا هذا التعبير؟ لأنه هو أصلكم وأنتم خرجتم منه عليه السلام. قال رحمه الله الثامن، ولقد خلقناكم يعني الأرواح ثم صورناكم يعني الأجساد. حكاه القاضي أبو يعلى في المعتمد، وفي ثم المذكورة مرتين قولان، أنها بمعنى الواو، قاله الأخفش، والثاني أنها للترتيب. الأصل في ثم أنها تأتي للترتيب. قال وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، وفي هذا نظر، لأنه قال بعد ذلك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا يدل على أن في آدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإن المراد من آدم المخلوق، فإن المراد من آدم المخلوق من السلالة. إنكم أظن عندي هنا فيه نقص، فإن المراد منه آدم المخلوق. كيف كلام ما هو واضح؟ هل في نسخة غير هذا؟ فإن المراد من آدم، يعني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، لكن هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من طين من آدم، طين الذي هو آدم عليه السلام. قال رحمه الله فإن المراد من آدم المخلوق من السلالة. قال وذريته مخلوقون من نطفة، وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس، من في خلقنا عندي من الجنس لا معينة،
أظن هذا أقرب، يعني من، يعني جنس الإنسان وليس إنسانا بعينه، ليس إنسانا بعينه. طيب إلى هنا بارك الله فيك.